السلام عليكم ورحمة الله. الشباب كي جايين بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكون في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الفقرة الثالثة اللي هي صورة مجال بواسطة دالة متصلة. هذا الشيء كامل داخل في الدرس ديال الاتصال، يعني باقينا حنايا في الدرس ديال الاتصال. اول فقرة كنا درناها هو الاتصال في نقطة، من بعد درنا الاتصال على مجال، دابا الفقرة الثالثة اللي هي صورة مجال بواسطة دالة متصلة. هذه القضية ديال صورة مجال بواسطة دالة متصلة هي فقرة مهمة بالنسبة للدرس ديال الاتصال، غادي نشرحها لك على حقها وطريقها. تبع معايا ومع غادي يكون على خير ان شاء الله. اول حاجة غادي نفسر لك شنو هي صورة مجال، غادي نعطيك واحد الدالة، واحد المثال ونخدم عليه باش تفهم. ناخذ مثلا واحد الدالة اف دو اكس كتساوي مثلا اكس او كاري زائد اكس ناقص واحد. هذه دالة حدودية، ياك؟ الا قلت لك مثلا حسب لي اف ديال صفر، اشنو كدير؟ اف ديال صفر كتمشي كتاخد هاد اكس اللي هنايا وكتعوضو بهاد العدد وكتحسب عادي. يعني بحال دابا هنايا غادي ندير زيرو اس اثنان زائد صفر ناقص واحد، في الاخر غادي نحسب غادي نلقى ناقص واحد، ياك؟ يعني اف ديال الصفر هي ناقص واحد. مزيان، يعني الصورة ما كاينش مشكل. حتى كذلك صورة المجال، مثلا ناخذ حنا واحد مثلا واحد المجال اي اللي هو مثلا واحد اي اثنان. هذا المجال اي بغيت نحسب ليه الصورة ديالو. مزيان، كيفاش كندير ليها؟ انت دير في بالك بان صورة مجال كيساوي مجال، يعني الا مشينا درنا اف ديال اي، اف ديال اي اللي هو كيساوي ليا اف ديال هذا المجال واحد جوج، راه في الاخر غادي نلقى كيساوي واحد المجال. مزيان، يعني صورة مجال بواسطة دالة متصلة كيساوي ليا مجال، ولكن الطريقة ديال الحساب كيفاش كنحسب هذا المجال هي اللي غادي نوريك دابا باش ما يبقاش عندك مشكل. صافي، دونك اول حاجه قبل ما تمشي تحسب لي صوره مجال بواسطه داله متصله، غادي ندير معك واحد التذكير خفيف باش ما يبقاش عندك مشكل. اول حاجه خاصك تكون عارف بعدا الا بغيتي تحسب صوره مجال هي، ولا اول حاجه خاصك دير هي تمشي تحسب الرتابه ديال الداله، يعني اف بريم اللي كنقولوا حنا اف بريم. دونك الرتابه، الرتابة ديال الدالة، هاد الرتابة ديال الدالة اللي كنحسبوها حنايا ب اف بريم، على حساب الدالة شنو سميتها، كانت اف كنحسبو اف بريم، كانت جي كنحسبو جي بريم، وغادي هكا. اشنو هما الحالات اللي كنلقى الرتابة فيها؟ إما تزايدية ولا تناقصية. مزيان، يعني إما كنلقى الدالة تزايدية ولا كنلقى الدالة تناقصية. مزيان، يعني اول حاجه فاش كيعطيك واحد الداله مع واحد المجال وكيقول لك احسب لي صوره داك المجال بواسطه ديك الداله، خاصك تكون عارف بعدا كيفاش كتحسب الرتابه اللي هي اف بريم. اف بريم، دونك اف بريم دو اكس يقدر تكون كبر من صفر ويقدر تكون صغر من صفر، يعني غادي نخدمو هنايا او يساوي ولا قطعا. بحال بحال، كانت اف بريم كبر من صفر كنقول ان الداله تزايديه، كانت اف بريم كبر من صفر قطعا كنقول الداله تزايديه قطعا. دونك هنا غادي نقول تزايديه اف تزايديه قطعا، وهنايا الا كانت اف بريم صغر من صفر قطعا كنقول ان اف تناقصيه قطعا. صافي، علاش انا قلت لك خاصك تحسب الرتابه؟ حيت هادي شي حاجه ضروري ديرها قبل ما تحسب صوره مجال. صافي، دونك هذا تذكير باش ما يبقاش عندك مشكل في صوره مجال. بالنسبه للمشتقات شنو هما، يعني القواعد، غادي ندير لهم فيديو خاص ديال الاشتقاق، وكل حاله غادي ندير فيها مثال جوج في الفيديو الجاي ان شاء الله. هذه الفقره ديال صوره مجال كنحتاجها ضروري فاش كنوصل للفقره ديال الداله العكسيه، هذا هو الدور ديالها. يعني الدور ديال صوره مجال بواسطه داله متصله كتحتاجو فاش توصل للفقره ديال الداله العكسيه، ضروري بتحتاجو تماك بتحتاجو. داكشي باش غادي نشرحو لك دابا. مزيان، تبع معايا، غادي نعطيك واحد الجدول ديال هاد الرتابه اللي كتكون داله تزايديه ولا تناقصيه، وغادي نعطيك جوج المجالات نحسبهم الطريقه ديالهم.
صافي على بركة الله. تبع معايا في هذا الجدول هذا اللي فيه دالة اف متصلة، وهنا دالة اف، عفوا هنا اف دالة تزايدية، وهنا عندي اف تناقصية. وهنا اختاريت انا جوج المجالات، واحد مسدود من جهة يعني ا ومسدود من جهة ا، وهنا المجال الثاني مفتوح من جهة ا ومفتوح من جهة بي. ماشي هادو هما الحالات اللي كاينين، كاينين بزاف الحالات، ولكن انايا خديت لك جوج غير باش تفهم ليا المعنى. راه المعنى اللي كينطبق على هاد جوج مجالات هو اللي كينطبق على جميع المجالات كيف ما بيكون. يقدر يكون مثلا مسدود من جهة ا ومفتوح من جهة بي، ولا العكس، ولا اي حاجة. يعني انت كتهمك يعني غير لا ميثود باش كتخدم صوت مجال. اما الامثله راه عطاهم الله، ما تناقش معايا المثال، ناقش معايا يعني الخاصيه، ولا ناقش معايا يعني الطريقه كيفاش درت ليها. صافي دونك نبداو على بركه الله بالنسبه للحاله الاولى، فاش يكون عندي مجال مسدود من جهه جوج جوي، وكتكون عندي الداله تزايديه ولا تناقصيه. اول حاجه الى عندك الداله تزايديه شنو كدير؟ دابا هنايا العدد ا والعدد بي داخلين، علاش؟ حيتاش المجال مسدود من جهة A ومسدود من جهة B. مزيان، إذا كانت الدالة تزايدية كتحافظ ليا على نفس الترتيب اللي في هذا المجال. يعني إذا قلنا نفس الترتيب كل حاجة كتبقى بلاصتها. إلا قلت لك هاد A راه داخلة، صافي وجيها بتحسب ليها الصورة F ديالها. صافي دونك كنحلو المجال، كندير هنايا F ديال A بوان فيغكول F ديال B ونسد. دونك اف ديال ا اف ديال بي، شوف معايا هنايا بقى محافظ على البلاصه يعني الترتيب ديالهم، والمجال يد اللي بقى مسدود. مزيان، هذه في حاله الا كانت الداله اف تزايديه. صافي ناخذ حنا مثال باش تفهم. مثلا عندك واحد الداله اف دو اكس كتساوي مثلا اكس زائد واحد، وعندك مثلا المجال صفر واحد. حسبتي المشتقات ديال اف لقيتيها تزايديه، يعني وقلت لك انا سنحسب ليا صوت المجال صفر واحد. يعني اش بغيتي دير؟ يعني اف ديال صفر واحد شحال كتساوي هادي؟ بغيتي دير ان الداله، بغيتي تحسب اف بريم بتلقاها تزايديه، بتمشي دير اف ديال صفر واف ديال واحد وتسد وتحسب. اف ديال زيرو حسبتيه هنايا صفر زائد واحد هي واحد، واف ديال واحد يعطيك جوج. دونك صوت مجال كيساوي مجال. صافي هذا هو المثال الاول. في حاله كانت عندك الداله اف تناقصيه اش توقع لهم؟ كيتقلب لهم الترتيب. اسمع مزيان، كيتقلب الترتيب عندك تقلب المجالات؟ لا، كيتقلب ترتيب المجال، ما عمره كيتقلب. كي كان مسدود تبقى مسدود، كي كان مفتوح تبقى مفتوح. صافي دونك هنا في هذه الحاله الاولى عندي المجال مسدود من جهه يعني من جهه ا ومن جهه بي، يعني مسدود من جهه جوجهم بجوج. يعني اول حاجه نسد داك المجال هاو، اشنو قلت لك انا؟ الترتيب ديالهم هو اللي كيتقلب. يعني عندك ا بي اش بتولي عندك بحال عندك بي ا، يعني هنا بدير اف ديال بي وهنايا اف ديال ا. علاش قلبنا الترتيب؟ حيتاش الداله تناقصيه. صافي مفهومه هذه؟ مزيان، دوز معايا المجال الا كان مفتوح من جهه يعني من جهه ا ومن جهه بي. شوف تبع معايا مزيان هاد القضيه اللي بغيت نقول لك. دابا هنا عندك واحد المجال هنايا ا وهنايا بي. دونك شوف معايا هاد المجال ا بي، هاو باجي من ا وباجي من بي. ا راه ما كايناش وبي حتى هي ما كايناش، ياك؟ مزيان. دابا ا اش من الجهه اللي داخله؟ واش على اليمين ديالها ولا على اليسار؟ على اليمين، حيتاش هنايا العدد كاين هنايا ديال ا، يعني مجال ا بي، يعني الصوره ديال ا ما كايناش، ولكن كاينه الجهه ديالها اللي على اليمين. فاش كنقول واحد العدد ما كايناش الصوره ديالو، ولكن واحد الجهه ديالو هي داخله، ديك الساعه كنهضر في النهايات في لا ليميت. صافي، وهنايا بي ما كايناش صوره بي، ولكن كاينه على اليسار ديالها. يعني هنايا في ا بنحسب لا ليميت ديال اكس طون فيغ ا بلس، وهنايا بغيت نحسب لا ليميت ديال اكس طون فيغ بي موان. علاش كنحسبو لا ليميت وما حسبتش الصورة؟ عفوا، حيتاش هنا المجال مفتوح عند ا وعند بي. فاش يكون المجال مفتوح في شي بلاصة، هذيك البلاصة ولا هذاك العدد كنحسبو ليه لا ليميت ديال الجهة اللي داخلة. اما الا كان عندي مجال مسدود كنحسب الصورة. صافي، هنا الدالة تزايدية بتحافظ ليا على نفس الترتيب. اشنو هو؟ اش تنحل المجال اللي عندي هنا مفتوح، هو كنكتب هنا لا ليميت
ديال x تنفيغ a h على اليمين هي a plus ديال f دو x point virgule la limite ديال x تنفيغ b موان ديال f دو x ونخلي المجال مفتوح صافي يعني المجال تيبقى مفتوح الى كان مفتوح تنسد الى كان في الاول مسدود صافي هذا فيما يخص الداله التزايديه كتحافظ ليا على الترتيب اللي عندي في الاول مزيان اجي معايا دابا الى لقيتي الداله تناقصيه اش بيوقع دونك الى عندك الداله تناقصيه قلنا الترتيب هو اللي كيتبدل اما المجال تيبقى كما هو يعني انت كتشونجي البلاصه ديال هذاك العدد ولكن كيمشي يعني بالمجال ديالو كان المجال ديالو مغلق راه كتحوليه لبلاصه اللي عندك الداله التناقصيه وكيبقى المجال مغلق كان المجال مفتوح كتبدل ليه البلاصه وتيبقى مجال مفتوح يعني انت عقل مزيان اش تنقول لك المجال ما عمرو تيتبدل شكون اللي كيتبدل الترتيب ديال الاعداد يعني عندي ولكن امتى في حاله وحده الا عندك الداله تناقصيه فقط اما التزايديه كتحافظ ليا على الترتيب دونك هنايا غادي نديرو هاد اللون مغاير باش تبان لي دونك هنا مجال مفتوح من جهه بي ها هو كاين ها هي لا ليميت ديال اكس تنفيغ بي وهنا ديال اف دو اكس وهنايا لا ليميت ديال اكس تنفيغ ا وندير هنايا اف دو اكس قلنا الجهه ديال بي على اليسار هي اللي كاين ها هي وهنايا ا على اليمين هو اللي داخل ها هي ندير هنايا ا يعني شوف معايا المجال بقى كما هو ولكن الترتيب تحول صافي دونك هاد الفقره هادي راه ساهله هي اللي كتبغي شويه ديال التركيز يعني فاش كيعطيك تبع معايا هاد الهضره مزيان اش بغيت نقول لك فاش كيعطيك واحد الداله وكيقول لك بين انها متصله في واحد المجال ولا عفوا تعطيك واحد الداله وتعطيك مع واحد المجال وتقول لك حسب ليا صوره ديال داك المجال اي ولا جي ولا كيما سمع لك اول حاجه اشنو خاصك دير تكون الداله متصله في داك المجال يعني تمشي تبين ان هذيك الداله متصله في داك المجال كيف درنا يعني في اخر فقره اللي كنا شفناها يعني في الفيديو السابق اللي درنا فيها الاتصال على مجال مزيد من بعد كتمشي تحسب ليا اف بريم تمشي تحسب اف بريم باش تعرف واش الداله تزايديه ولا الداله تناقصيه علاش باش تعرف ان المجال اللي عندك نتايا واش بيحافظ على الترتيب ولا بيتقلب الترتيب قلنا تيحافظ ليا على الترتيب الا كانت هاد الرتابه ديال الداله تزايديه قطعا في داك المجال ما تهمكش نتايا يعني في شي مجال اخر نتا كتلعب على داك المجال اللي عاطيك يعني مثلا تكون شي داله حدوديه يعني عندها مجموعه ديال التعريف ديالها هي اغ انت ما تهمكش اغ تهمك داك المجال اللي عاطيك صافي هذه من جهه من جهه اخرى كترد البال الا عندك الداله التزايديه كتحافظ على الترتيب كانت الداله التناقصيه قلب هي الترتيب ولكن المجال خليه كما هو صافي الشباب اتفقنا على القضيه هذه اوكي دونك ان شاء الله هذه القضيه غادي نشوفوها مزيان فاش نوصلوا للفقره ديال الداله العكسيه اتفقنا الشباب مزيان كان معكم الاستاذ يوسف نتمنى ان شاء الله الشرح ديال هذه الفقره هذه يكون مزيان ما تنساش دير واحد لايك واشترك معايا في القناه ديالي وبارطاجي هذا لا فيديو مع الماكسيموم ديال صحابك باش تعمل فائده طال ليا فراسك والله يجيب التيسير والله ينجحك اخويا